كما ذكرت يعني المقبالي الآن عبد العزيز المقبالي هل يسجل الهدف الثاني ويعقد من المهمة القادمة والمرحلة القادمة؟ المقبالي عبد العزيز المقبالي يتقدم الآن، هل ستكون له كلمة ثانية؟ يسجل عبد العزيز المقبالي، حميد القلاف، ويا حميد وضعها لك بنفس الزاوية تحتاج لأمور إلى ذكاء يا حميد، وضعها بنفس الزاوية بنفس الهدف الأول. حميد القلاف لابد أن تكون يعني أكثر تركيزا وأكثر حضورا، لأن الهدف لربما يصعد من المهمة القادمة. المهمة ليست بالمهمة المستحيلة، ولكن الأمور تختلف بهذه الوضعية. أي نعم حققت الفوز في الجولة الأولى على المنتخب السعودي، ولكن لم يكن هناك نهاية لذلك المشوار. لم تكن لقاء السعودية في الجولة الأولى هي نهاية الأمور، هي نهاية المشوار، بل لم يبدأ المشوار إلى الآن. المتابعة